2، الأداء ما كانش هو على المستوى المطلوب، حاسس إن الفريق تعرض لكبوة أو كبوتين ورا بعض، أحيانا هل ده بيأثر على ثقتك بنفسك كلاعب؟ لا، اللاعيبة المتمرسة واللي عندها خبرة كتير وعاشت مواقف كتير في النادي الأهلي ما كانتش بتتأثر، ويمكن علاء وكابتن شريف وضحوا الموضوع دوت. يا ما احنا في مشوارنا يعني كلنا لعبنا يعني مدة طويلة جدا في النادي الأهلي، في مشوارنا حصل لنا بعض الكبوات اللي زي دي، في موسم في موسمين فترة من أثناء في أثناء الموسم كان بيحصل كده. دور اللي علاء شرحه بتاع اللعيبة الكبيرة والقديمة ده مهم جدا. يمكن الاحتراف مش عايز اقول يعني قلل شوية من عدد اللعيبة اللي من ابناء النادي الاهلي اللي لعبوا كتير جوه الفرقة واللي عاشوا كتير، بالذات كمان اللي طلعوا من الناشئين وكده، وطبعا اللي لعب مدة طويلة بعد كده حتى لو جاي من خارج النادي. يمكن دي في السنوات الأخيرة قلت شوية. يعني هتلاقي لعيبة كتير لعبوا 3 4 سنين بس، سنتين، ثلاثة، يعني عدد كبير من ضمن ال 25 أو ال 30 لاعب لعبوا عدد سنوات قليل شوية بسبب الاحتراف والانتقالات. يمكن دي أثرت نسبيا، ولكنها برضو ما زالت موجودة في النادي الأهلي، حتة الترابط والإصرار ونقل الخبرات من بعض. فدور اللعيبة الكبار تاني زي ما علاء قال مهم جدا 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 في الفترة دي، لكن اللي وراه جمهور زي اللي احنا شايفينه كده كابتن، جمهور نادي الأهلي العظيم دوت، هل ده ممكن يفقدك ثقتك بنفسك ولو للحظات؟ لا، ما انا بقول لك تفقد ثقتك بنفسك، لا ممكن تحصل، قلت لك مع لعيبة تكون مبتدئة، لعيبة مثلا ناشئين، لعيبه جايه من انديه خارجيه وما بقالهاش مثلا سنه في النادي الاهلي، ممكن معاش المواقف دي وما شافش النادي الاهلي، لكن اللي هو بقول لك متمرس مش وبقاله فترات في النادي عارف الكلام ده، وعارف جمهورك بيقف معاك ازاي، وعارف ان ده بيحصل في كره القدم، انك بتمشي في التوب او في الفورمه الكبيره او النتائج الهائله فترات طويله، بعدين بتيجي كبوه شويه كده فتره، بعدين ترجع تاني. أكيد بس دي عايزه تضافر بقى الجهود كلها، الاداره، الجماهير، اللعيبه القديمه، طب الجهاز، شوف انا بجيب الجهاز، يمكن انا اخر حاجه يا كابتن، انا ممكن اتكلم، مش انا لسه بقول لك انا جايب الجهاز مثلا رابع او خامس حاجه. ايوه طبعا دوره مهم جدا ومؤثر جدا. ايوه بالذات لما بيكون المدير الفني عنده شخصيه وبيعرف يتعامل مع اللعيبه ازاي، كل واحد باسلوبه، اللي عايز مره يداس عليه شويه وتتكلمه بعنف شويه، واللي عايز تكلمه بطبطبه شويه، اصل اللعيبه كلها مش متساويه. فده دور مهم للجهاز الفني والمعاونين، يعني مش دور بس حتى المدير الفني فقط، حتى المعاونين. في مدير فني بيعرف يتعامل في المواقف دي ويطلع اللعيبه ويخرجها من الموضوع ده. في لاعب لما بيبقى كده وتدوس عليه بتلاقيه شد وفقل نفسه اكتر، وفي لعيب العكس لما بيكون في موقف متوتر زي ده لو انت دوست عليه شويه زي ما بيقولوا في لغه الكره بيهر اكتر، او يعني بيخاف اكتر ويكش اكتر في نفسه. يعني هي بس بقى عايز اقول ده دور برضو مهم للجهاز، ولكن انا بقول الجهاز يمكن دوره مرحله ثالثه يمكن ولا رابعه، بعد اللعيبه وبعد الجماهير وبعد الاداره. يعني اكيد عدت عليك اوقات انت بتبقى بره الفورمه بتاعتك، طبعا. يعني واحيانا ما تبقاش راضي عن نفسك، كنت بتطلع منها ازاي وبتطلع منها بسرعه ازاي؟ تركيز مع نفسك، يعني اهم حاجه انك انت تبقى عارف انك انت اي لعيب في العالم، مش في مصر بس، بس هي بقى يعني متفاوته بين واحد وواحد، يعني في واحد بيفضل محافظ على فورمه كويسه ويجي فتره صغيره يقل وبعد كده يطلع تاني، وفي واحد بينزل الهبوط ده ويعيش فيه فتره طويله. تطلع منه ازاي بقى؟ قبل بس كده، يعني قبل ما المدرب يكلمك انت نفسك، اذا كنت بتسهر بتحاول تنام بدري اكتر، اذا كنت بتقعد بقى تدور على الحاجات اللي انت بتعملها، بتعمل معسكر مع نفسك. ويمكن كابتن شريف عاش الفتره دي، وعلاء طبعا عاشها، وكابتن شريف عاشها وانا عشتها،
في لعيبه كانت بتجمع مع بعض في بيوتها بالبيوت. في بيوت لعيب يعني خمسه سته يتجمعوا ويناموا اسبوع ولا حاجه ونفضل لاخر يعني لسه 7 8 في النادي. مظبوط مع بعض برضه بنتكلم في الكوره وبنتكلم وبناكل ونشرب مع بعض عايشين مع بعض حياه. فاكر كابتن علاء ايام كابتن جوهري في بعض الاوقات كان بيبقى في بعض العروض مش كويسه كنا بنقعد في النادي من 7 الصبح 7 الصبح يعني ما انت يا اما بتقعد في النادي يا اما زي ما قلت لك كان في فترات اللعيبه نفسها كل 5 6 لعيبه مع بعض في بيت او قريبين مع بعض المغتربين يقعدوا مع بعض يتجمعوا يتكلموا زي ما قلت لك انت بتسهر بتحاول تقلل لو انت بتسهر وخاصه الموضوع ده يعني طرق على المجتمع المصري الجديد اللي هو بسبب السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عامه كلها في ناس تسهر على الموبايلات والفيسبوك والتواصل والتويتر انت عارف يا اسامه اصعب حاجه لينا ايه في الرجوع وفي الكامبينج والمعسكرات وكل ده لما ابقى راجع من اصابه دي اصعب طبعا. حاجه بعيد عن ملعب بالك فتره اهو ده بقى كل بيقوله كوم وان هو يرجع نفسه صح. ويبقى جوه الفورمه ويخش مع التيم مظبوط دي قصه ثانيه خالص صحيح صحيح, صحيح. فزي ما قلت لك يحافظ على نومه تغذيته لو واحد بيزيد بيحاول يدور بقى ازاي اقلل وزني انا يعني في امثله كتير انا مش عايز اقول مرت علينا فترات طويله صحيح اللي ما كانش بيلعب او ما كانش او راجع من اصابه زي ما كابتن شريف بيقول بيقتل نفسه عشان مزبوط. يرجع نفسه ياخد مكان مزبوط. تاني داخل الفريق مزبوط. يعني انا افتكر مثلا كابتن الله يرحمه الله يرحمه ما كانش بيلعب كان بيجري لمدرب ال 20 سنه يقول له انا عايز العب معاك ماتشات وديه وهو بقى ثابت البطل ومفروض راجل خبره بس هو حاسس انه لا هو بعد فتره بعيد عنه ينزل يتمرن وهكذا مزبوط. محمود صلاح انا فاكر كنت ساعات بنام معاه في الاوضه ده حقيقي كان بيحصل في الطرقه بتاعه الاوتيل يقعد يجري يقعد يعمل تدريبات مع بعض انتوا الاثنين هي مستعيات انتوا على طول مع بعض دور اثنين صح يعني معظم الوقت كنا بنعمل مع بعض بس يمكن هو بعد ما مشي الكابتن عادل قعدت معاه فتره دي كانت فتره كويسه شفناك عادي فتره كويسه دي فتره انا قعدت معاك شويه برضو بس دي كانت احلى فتره دي بس كانت في شكوى دايما محمود صالح منك بس مش هينفع اقولها طبعا لا ما تقولش بقى اكيد مش هينفع انا عارفها عشان حسيت فمثلا واحد زي محمود انا كنت بشوفه لان محمود كان من الناس اللي وزنها يزيد شويه فكان بيبقى خايف على نفسه قوي ان حد يطلع مكانه فتلاقيه يقعد يعمل تدريبات بطن في الاوضه او يجري في الطرقه بتاعه الاوتيل فاللعيب يقدر يرجع نفسه طبعا والمدير الفني والجهاز طبعا ليهم دور طبعا.